السلام عليكم ومرحبا بكم في دار المقاول. هذه الحلقة غادي نخصصها لموضوع تدبير المخاطر، يعني لا جيستيون دي ريسك، وذلك على مستوى التجارة الدولية وكيفاش نحتاطوا من جميع المشاكل اللي تقدر توقع لنا. مني كنكونوا كنشتغلوا كمستوردين او مصدرين، امبورتاتور واكسبورتاتور، شنو هي الادوات اللي كتمكننا من الاحتياط من هذه المخاطر؟ كتخضع التجارة الخارجية من ناحية إلى تقلبات أسعار الصرف وشروط التمويل، ومن ناحية أخرى إلى مخاطر عدم الاسترداد في حالة تخلف الطرف الآخر، يعني وبشكل مبسط إلى طلع أو هبط سعر صرف العملة، أو الزبون في الخارج تخلف على أداء قيمة البضاعة، وأيضا هناك المشاكل ديال الإتلاف أو ضياع السلع في مرحلة النقل الدولي. كاين بزاف ديال المؤسسات المالية مختصة في تغطية مخاطر التقلبات واللي كيمكن الاشتراك معها فيما يلي: اولا تغطية الصرف الى اجل، لا كوفيرتور كونتر لي فلكتواسيون دو شانج ا تيرم، ويتمثل في منح الفاعل الاقتصادي لاكتور ايكونوميك اللي هي المقاولة في هذا الاطار امكانية الاحتياط من التقلبات في اسعار الصرف. يجب إذن على المقاولة أن تتقدم بطلب إلى إحدى البنوك المغربية لإنشاء عقد تبادل العملات الأجنبية اللي كيتمثل في التزام بالبيع في حالة التصدير أو الشراء في حالة الاستيراد، وذلك بسعر ثابت في تاريخ توقيع العقد التجاري. التغطية ضد مخاطر تقلبات أسعار بعض السلع التي تسمح للفاعلين الاقتصاديين بالاحتياط في السوق الدولية ضد مخاطر تقلبات الأسعار لبعض البضائع في المجال الزراعي المعدني أو الطاقي اللي كيتم التداول ديالها. التغطية ضد مخاطر تقلب أسعار الفائدة، وفي هذا المجال وضعت البنوك أدوات للتغطية وهي كما يلي: لو سواب دو تو دو ديفيز، هي أداة الاحتياط اللي كتحول قرض سعر فائدة ثابت يعني ان كريدي ا تو فيكس الى قرض بسعر متغير يعني الى ان كريدي اتو فاريابل او العكس. لو كاب، اداه كتمكن المقاوله التي اخذت قرض خارجي بتحويل القرض بمعدل متغير يعني ان كريدي اتو فاريابل الى قرض بمعدل متغير مسقف يعني ان كابي. لو اف ار اي، لو فورورد ريت اغريمنت، وهي اداه كتسمح للفاعل الاقتصادي لاكتور ايكونوميك يعني المقاوله في هذه الحاله بتحديد سعر الاقتراض في تاريخ مستقبلي محدد دون دفع علاوه، وذلك اذا كان المعدل المرجعي اوريبور ليبور الموجود في السوق يثبت انه اعلى من معدل افري. يقوم اذن البنك بتسويه الفرق التفاضلي للمقاوله من ناحيه، ومن ناحيه اخرى إذا كان المعدل المرجعي أقل من معدل الإفري فهذا كيجعل المقاولة كتدفع الفرق إلى البنك، وعلى أي حال تقوم المقاولة بإصلاح سعر الاقتراض مقدما. وباش نقدروا نفهموا أكثر كيفية التعامل بهذه الأدوات، كنصحكم باش تواصلوا مع المستشار البنكي ديالكم اللي غادي يقدم لكم جميع المعلومات. وفي إطار آخر وفيما يتعلق الأمر بتغطية مخاطر الخسارة أثناء النقل أو بسبب تقصير عميل النقل يعني لو كوميسيونير دو ترانسبور أو الناقل لو ترانسبورتور، فكننصحوا بسحب أدوات التأمين التالية من لدن المؤسسات المالية المعتمدة أو من طرف شركات التأمين المفوضة لهذا الغرض. وفي هذا الإطار فبعض النوعيات ديال التغطيات اللي كتقدر تشمل هاد الخسائر هي: لو فران دافاري بارتيكولير، لو اف ا بي، هي تغطية محدودة كتشمل التغطية لضمان الخسائر الإجمالية وكذلك الخسائر الجزئية، وذلك عند غرق أو احتراق السفينة. افيك افاري ا، هذه التغطية كتشمل الخسائر الجزئية في البحر أو أثناء سفر السفينة، وبمعنى آخر من اللي كيكون عندنا بالمثال واحد لو كونتينر اللي حنا مشارجين فيه السلعه ديالنا وكيكون غادي في السفينه وكتوقع شي خساره، يعني يقدر مع الحركه ديال الامواج هذا لو كونتينر تقلب،
هاد التغطية هي اللي كتكون في هاد الحالة، يعني التغطية افيك افاري. تغطية اخرى اللي هي لاسورونس تو ريسك، يعني تغطية جميع الافات، وهي تغطية واسعة واجمالية كتغطي جميع الخسائر او الاضرار اللي كتلحق بالممتلكات كيفما كانت الاسباب. التأمين على القرض، يعني لاسورونس كريدي، كيضمن هاد التأمين للمصدر وفقا لشروط العقد مع الزبون ديالو، ووفقا لاحكام وصل التأمين، تغطية مخاطر عدم استرداد المطالب، يعني في حالة ما هاد المصدر ديالنا ما قدرش يتخلص من عند الزبون ديالو، وذلك بسبب مخاطر سياسية او نقدية او حتى مخاطر العمل العادية او الغير العادية. كيغطي إذن هاد الضمان جميع الوجهات في العالم، ويغطي جميع العمليات باستثناء تلك العمليات اللي كتتم المعالجة ديالها عن طريق اعتماد موثق قابل ومؤكد، يعني ان كريدي دوكيومونتير ايريفوكابل اي كونفيرمي. هاد التأمين هو عام ويغطي مجمل رقم المعاملات، يعني لا توتاليتي دو شيف دافير في اطار التصدير ولا جزء منه. بهذا كنكونوا وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، كنشكركم على تتبعكم. موعدنا على البلاتفورم دار المقاول باش نتواصلوا معكم ونجاوبوا على التساؤلات ديالكم عبر الشات، كما يمكنكم تجاوبوا على الكويز، والى اللقاء.